الله يا هي ريايل الأول مردون خرعون يلا يا الله. هذه هوية احنا نقدمه بحب، نقدمه من قلبنا لأن احنا نحب، لأن من قلبنا زارع ذي الفن. الفنان أحمد عبد الله يمعه من مملكة البحرين. من القلب إلى القلب، باختصار هذا هو أداء النهام البحريني أحمد جمعة. لصاحب صح من يوم إحنا صغار، هالفن في دمنا، الفنون الشعبية والفنون التراثية اللي هي تعكس هويتنا البحرينية. الأوليين شغلهم يجون هني، هذه ما يعتبرونه بس كل حق أناسه، هذه شغل الأوليين، هم يجون هني يشتغلون. هذه يسمونها تنحيبة، مثل أصحاب الدين صلى الله وسلم عليك يا رسول الله. يا الله يا هي يا الله يا الله والكريم، يا الله يا رحمن يا رحيم، مسافرين فأمان الله يا الله. الأوليين إحنا بعد ما لحقنا عليهم، ريايل الأول مردون خرعون، ها شلون بعد ما في شغل؟ ما شاء الله يأكلون تمر من الصبح، ما عندهم لا تمر. ومن الدور الشعبية بدت حكاية عشق النهمة. الدور الشعبية هي اللي تعلم، ونسأل اللي قابلنا من فنانين، هذه اللي خلينا احنا نتعلم. وكان أحمد يتردد على هذا الدور مع أبوه، وهني اكتشف موهبته وصوته القوي. في يوم من الأيام أنا قاعد في الدار، دار المرحوم إسماعيل دواس، وقعدت أصوت هاللون يعني، والحمد لله أنا قالوا لي أنت ليش ما تنهم؟ قلت لهم إن شاء الله بس، وتميت أتعلم وأسمع تساجيل الله يرحمهم العلان بطبانية ومبارك الراعي، نسمع منهم، وتميت أسمع التسجيلات وأتعلم بعمل ويا الشباب. فن الفجري هو فن بحري تقليدي يستخدمه البحارة للترفيه عن أنفسهم، وبعد لتحفيزهم على شغل البانوش. يلا 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 يلا. كلمات هذا الفن غالبا تمزج بين الحزن، الغياب وفرحة اللقاء، بينها ذكر ومناجاة لتسهيل العمل في البحر. اغلب فنون العمل كلها ذكر فيها، ذكر لان كلها فيها شغل، لازم يذكرون ربهم، كلها فيها ذكر لان هاي يسمونها جيل، لازم يكون صوت حلو وقوي، والنهام كل ما كان صوته حلو وقوي صار مرغوب، اي تنافسون عليه نواخذه، ياخذونه ياخذونه، يقولون لا هذا صوته زين، يهيض قلب البحاره. نار الغضب واللعن بقصد ضمير بجاي. شارك أحمد في العديد من المسابقات الخليجية، ويطمح بالحفاظ على فن الفجري ونقل تراث البحرين للأجيال القادمة. أنا أتمنى أن هالفن ما يندثر، وما بيندثر إن شاء الله دام هالا موجودين، إن شاء الله ما بيندثر. هذه هوية إحنا نقدمه بحب، نقدمه من قلبنا لأن إحنا نحب، لأن من قلبنا زارع ذي الفن.